بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، أهلا وسهلا في قناتنا. إذن المقطع الثاني، كتاب القراءة حب الوطن. أول نص عندنا صفحة 32، حب الوطن من الإيمان. إذن نقرأ النص مع بعض إن شاء الله. كلمة تجري دائما على ألسنة المسلمين لأن معناها صحيح ثابت في الإسلام. من الإيمان أن تحب من أحسن إليك، ومن أحسن إليك مثل وطنك، منه تغذى أبوك وأمك، فتكون الدم الذي كنت منه نطفة فعلقة فمضغة ثم خلقا آخر، ثم من دم أمك ومن لبنها تغذيت أنت الآخر، فهو بترابه ومائه وهوائه ونباته وحيوانه أصل تكوينك ومادة غذائك ومسرح طفولتك وشبابك. كيف تكون مؤمنا إذا لم تحب هذا المحسن العظيم؟ وما جاء الإسلام في محبة الوطن إلا بما تقتضيه الفطرة ويقبله العقل ويعترف به حكماء الأمم. فهذا العالم هيرو ينصح الأمة العربية أن تحب وطنها، ويبين لها كيف تحبه، فيدعوها إلى الإخلاص لوطنها، وأن تجعل حياتها كلها له، لأن المحبة الصادقة تظهر في الإخلاص وتكريس العمل، والإخلاص أن تعمل لوطنك ولو أنكرك وأنكر عملك أبناء وطنك، وتكريس العمل أن تكون جميع أعمالك عائدة بالخير على وطنك، فتستطيع أن تنفع الناس كلهم دون أن تضر بوطنك، فتكون قد خدمت وطنك بما زرعت له من محبة في قلوب من أحسنت إليهم من الناس. فأحب وطنك ولا تبغض أوطان الناس، أنفع وطنك ولا تضر أوطانا أخرى، بل اجتهد لأن تكون مصدر محبة شاملة ونفع عام. إذن هذا النص للإمام الشيخ عبد الحميد ابن بلس. إذن سنشرح أطفال أعزاء النص، سنشرحه، سنفهمه، سنتدارس معانيه، سنعطيكم أيضا لمحة على عبد الحميد، يعني الشيخ العلامة عبد الحميد ابن بلس بحول الله. إذن كلمة تجري دائما على ألسنة المسلمين، كلمة يرددها المسلمون بكثرة، إذن فقط لأن معناها صحيح ثابت في الإسلام، وهذه الكلمة طبعا هي الوطن. نتحدث هنا عن حب الوطن لأنه من الإيمان. قالوا لنا من الإيمان أن تحب من أحسن إليك، ووطنك خير محسن لك. لماذا؟ إذن لأنه غدى أبوك وأمك، أيضا تكون فيهم ذلك الدم الذي كنت منه أنت. تكون الدم الذي كنت منه أنت. كيف كنت؟ كنت نطفة ثم علقة ثم مضغة. منه كنت نطفة فعلقة فمضغة. إذن النطفة أطفالي كما قال الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إذن النطفة هي فقط قطرة ماء خاصة طبعا بالإنسان، منها جاء الرضيع. هذه النطفة إن قطرة ماء ربي وضعها داخل الإنسان ليخلق منها خلقا آخر. إذن أصل خلق الإنسان هو النطفة. بعدها قال ثم علق. يقول الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم بعد بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. إذن العلق هو دم أحمر جامد يكون عالق، لذلك سمي بعلق، دم أحمر ويكون جامد. إذن الإنسان كان نطفة يعني قطرة ماء، ثم صار دم جامد، ثم مضغة. مضغة يعني لحمة أو قطعة لحم صغيرة. بعد المضغة أطفالي ماذا خلق الله تعالى؟ طبعا خلق العظام. تعالوا أخبركم ماذا قال الله تعالى في قرآنه الكريم عن خلق الإنسان. قال سبحانه وتعالى ثم خلقنا النطفة. طبعا النطفة خلقت عند الأب، هذا الأب الذي ترعرع في الوطن وكبر من خيراته. إذن الوطن هو المحسن الأول إليه. جيد.
إذا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. إذا من النطفة إلى العلقة إلى المضغة، فأنت طفل عزيز. لنكمل، ثم من دم أمك ومن لبنها تغديت أنت الآخر، يعني أنت بعدما خلقك الله من نطفة فعلقة في مضغة، جئت في رحم أمك لتتغدى من دمها ولبنها. إذن يعني وهذا الأم باش تغديك أنت لازم تتغدى هي الأخرى من ماذا؟ إذن بترابه ومائه وهوائه ونباته وحيوانه وأصل تكوينك. يعني الأم تغدت من، يعني تنفست من هواء الوطن، شربت من ماء الوطن، أكلت من نبات وحيوان الوطن إلى آخره. إذن هو مادة غذاؤك ومسرح طفولتك وشبابك. إذن شبه الوطن بالمسرح، مسرح تلعب فيه وأنت طفل يعني، وتكبر فيه حتى تصير شابا. كيف تكون مؤمنا؟ كيف تكون مؤمنا إذا لم تحب هذا المحسن العظيم؟ لاحظت أن الوطن هو المحسن العظيم هنا. ما جاء الإسلام في محبة الوطن إلا بما تقتضيه الفطرة. حب الوطن توجبه الفطرة، يعني الطبيعة، نقول الطبيعة، ويقبله العقل ويعترف به حكماء الأمم. جيد. فهذا العالم هيرو، العالم هيرو، طبعا العالم هيرو هو عالم رياضيات مخترع ومهندس يوناني. لا يعرف الكثير عن حياة هذا العالم ولا عن سيرته الذاتية، لكن وضع بعض الكتب دلت على أنه كان يدرس الفيزياء والميكانيك والرياضيات إلى آخره. المهم، هذا العالم قال أو نصح الأمة العربية بأن تحب وطنها، يبين لها كيف تحب، فيدعوها إلى الإخلاص لوطنها. يعني لست أعرف كيف دخل هيرو كعالم فيزياء مع حب الوطن، لكن لا بأس. أيضا علمها أن تجعل حياتها كلها له، لأن المحبة الصادقة تظهر في الإخلاص وتكريس العمل، والإخلاص أن تعمل لوطنك ولو أنكرك، يعني حتى ولو أنكرك هذا الوطن عليك أن تكون مخلصا له. وأيضا تكريس حياتك، يعني أن تخصص نفسك لهذا العمل في خدمة وطنك، تكون قد خدمت وطنك بما زرعت له من محبة في قلوب من أحسنت إليهم من الناس. فأحب، يعني أنت حب وطنك ولا تبغض الأوطان، يعني لا تكره أوطان الناس، أنفع وطنك ولا تضر أيضا أوطان الناس، بل اجتهد لأن تكون مصدر محبة شاملة ونفع، يعني أن تنفع الجميع. نفع عام يعني أن تنفع بما تعطيه، أن تنفع به الجميع. جيد. طبعا هذا النص كان خفيف وسهل نوعا ما، نعطيكم فقط نبذة عن العلامة الشيخ عبد الحميد بن باديس. إذا عبد الحميد بن باديس وهو طبعا جزائري الأصل، ولد في قسنطينة يعني إحدى مدن الجزائر، وهو من رواد النهضة الإسلامية في الجزائر، ومن أهم رجال الإصلاح على نطاق الوطن العربي، وكان طبعا من مداعمين الثورة ضد المحتل الفرنسي. الآن نحاول أن نجيب على الأسئلة مع بعض قبل ما نروح للأفكار الأساسية والفكرة العامة، دائما مع فهم النص. إذا أولا، ما المقصود بالكلمة التي تجري دائما على ألسنة المسلمين؟ طبعا الكلمة التي يرددها دائما المسلمون هي طبعا الوطن، حب الوطن. ثانيا، كيف عرف ابن باديس الوطن؟ إذا نرجع للنص. إذا قال هنا بترابه ومائه، إذن فهو بترابه ومائه وهوائه ونبته وحيوانه أصل تكوينك ومادة غذائك ومسرح طفولتك وشبابك. إذن هذا هو تعريف الوطن بالنسبة للكاتب ابن باديس. ثالثا، هل في إمكانك أن تكون مؤمنا من غير أن تحب وطنك؟ وعلل إجابتك. طبعا لا يمكن أن أكون مؤمنا من غير أن أحب وطني، فالفطرة التي ولدت عليها تقتضي أن أحب هذا المحسن العظيم. وهنا جاء سؤال ابن باديس، نعود للنص، كيف تكون مؤمنا إذا لم تحب هذا المحسن العظيم؟ السؤال الرابع، بما نصح العالم هيرو الأمة العربية؟ إذا واضح في النص، هنا ينصح العالم هيرو الأمة العربية أن تحب وطنها، أيضا يدعوها إلى الإخلاص لوطنها، أن تجعل حياتها كلها له. أيضا أعلمها كيف يعني تكريس العمل، أن تكون جميع أعمالك عائدة بالخير على وطنك،
حتى تستطيع أن تنفع الناس كلهم. إذن هذه هي النصائح التي نصح بها هيرو العالم العربي. ما هو مفهوم الإخلاص الذي قدمه الكاتب؟ لاحظوا هنا، الإخلاص أن تعمل لوطنك ولو أنكرك وأنكر عملك أبناء وطنك. إذن الإخلاص أن تعمل لوطنك ولو أنكرك، وتكريس العمل أن تكون جميع أعمالك عائدة بالخير على وطنك فتنفع الناس كلهم دون أن تضر بوطنك، وهكذا تكون قد خدمت وطنك بما زرعت له إلى آخره. إذن هذا هو الإخلاص، الإخلاص أن تعمل لوطنك ولو أنكرك، وتكريس العمل أن تكون جميع أعمالك عائدة بالخير على وطنك، هذا هو الإخلاص. السؤال الأخير، كيف نتعامل مع الأوطان الأخرى من وجهة نظر الكاتب؟ روحوا الفقرة الأخيرة. إذا نقال أحب وطنك لا تبغض، إذا يكون بأن لا نبغض أوطان الناس أيضا ولا نضرهم، انفع وطنك ولا تضر أوطان، إذا لا نبغض أوطان الناس وأيضا لا نضرهم. نروحوا الآن أفكار الأساسية بعد ما نجز النص تاعنا. عندنا الجزء الأول أو الفقرة الأولى أو الفكرة عفوا الأولى، إذا تبدأ من كلمة تجري دائما على ألسنة المسلمين حتى به حكماء الأمم، هذه كفقرة الأولى. يمكن أن نقول بما أن حب الوطن هو يعني تقتضيه الفطرة، محبة الوطن تقتضيه الفطرة، فيمكن أن نقول حب الوطن واجب على كل مسلم، بما أن حب الوطن هو كلمة يرددها المسلمون، إذا حب الوطن واجب على كل مسلم. أو أن نقول مثلا حب الوطن فطرة عند المسلمين والإخلاص له من الإيمان. نعم، حب الوطن فطرة عند المسلمين والإخلاص له من الإيمان. فقرة ثانية الآن تبدأ من فهذا العالم هيرو ينصح الأمة إلى آخره حتى من أحسنت إليه من الناس. إذن هذه هي الفقرة الثانية. هنا يمكن أن نقول كفكرة أساسية نصائح العالم هيرو للأمة العربية بحب الوطن والإخلاص له مثلا، أو دعوة العالم هيرو الأمة العربية إلى محبة الوطن، إلى محبة أوطانها والإخلاص إليها، نفس الشيء. إذن دعوة العالم هيرو الأمة العربية إلى محبة أوطانها والإخلاص إليها. أن الفقرة الثالثة هي آخر فقرة طبعا، تبدأ من فأحب وطنك حتى نفع عام. إذن هنا يمكن أن نقول نصيحة الكاتب لنا بمحبة أوطاننا دون أوطان غيرنا، هذه جيد. أنه الفكرة العامة، إذن ممكن أن نقول مثلا أفضال الوطن علينا ووجوب الإخلاص في حبه، وجوب الإخلاص في حبه. كمغزى يمكن أن نقول مثلا الوطن هو الانتماء والوفاء والتضحية والفداء، والوطن هو مأوى الطفولة، فحب الوطن ليس ادعاء، حب الوطن عمل ثقيل. إذا هكذا أطفالي، أتمنى أنني قدمت وأوفيت. خليكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.